سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة ومشاهدي المجلة السعودية. سلام محبة ليكم من برنامج المرأة المسلمة. أصلي من أجلكم دائما وأنتوا على قلبي بشكل خاص. سعداء جدا ببعض الإنجازات اللي حصلة على أرضكم الآن. الانفتاح اللي موجود على أرض السعودية الآن وبعض التغييرات القائمة على الأرض دي يعني مصدر لبعض الحريات اللي ممكن تأثر على حياتكم بشكل إيجابي. ولكن أحبائي سؤالي ليكم، هل هذه الحريات كافية لأنها تدي لك وتديك حرية الاختيار، حرية اختيار قلبك لمن تتبع؟ سؤال آخر ليك النهاردة، هل تشعر بالأمان وأنت تتبع إله الإسلام؟ هل العادات والتقاليد والممارسات اليومية الإسلامية تعطيك الأمان مع إله يحبك؟ ده سؤال لازم أنت وأنتي تسألوه لنفسكم النهاردة. النهاردة على أرض السعودية في الكثير ممن اختاروا أنهم يتبعوا المسيح بحرية، سمعوا الرسالة، أخذوا القرار، وأيضا أحيانا بيكونوا دفعوا الثمن، ولكن وهم في راحة وشعور بالحرية والأمان لأنهم وجدوا إله قدم ليهم محبة خالصة هو يسوع المسيح. الله المحب يبحث عنك أينما كنت. والنهاردة الرسالة دي بنقدمها لكم من برنامج المرأة المسلمة، بنقول لك وبنقول لك إن الله يحبك. علشان كده بيوصل لك الرسالة اليوم من خلال المجلة السعودية، من خلال قناة الحياة، بيقول لك أنا بحبك والباب مفتوح ليك، هل تختار إنك تكون ابني اليوم؟ أصلي من أجلكم وسلام محبة ليكم. آمين. مشاهدينا الأحباء، أحييكم بنعمة المسيح وسلامه اللي يعطي راحة لنفوسكم لما تسمع كلامه. اليوم في فقرة جديدة من فقرات خلك مع المسيح حنتناول مقول المسيح، تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا روحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف. متى 11:28-30. فعلا نير المسيح خفيف، هو ما قال جيبوا قروشكم وذبايحكم وذهبكم، ولكن يطلب منك انك تغفر وتسامح مثل ما هو غفر وسامح خطاياك. وين الصعوبة بهذا؟ المسيح يقول انت سامح واغفر لخويانك وانا اغفر لك وسامحك، واي شيء تسامح خويك به اسامحك اضعاف مضاعفة. المسيح جاب لنا مثل في انجيل متى لصحاح 18 يقول في واحد مديون بعشر آلاف وزنة، ولكن الملك سامحه لما توسل له وهذا الرجال وقال له أنا فقير ما عندي، لكن هذا الرجال للأسف لما طلع برا شاف واحد مديون بمئة دينار وقاعد يطالبه ويهدده بالشرطة وبالمحاكم. لما عرف الملك زعل منه وقال له جيب العشر آلاف وزنة لأنك ما رحمت خويك فما يرحمك الملك. هم بعد حنا لزوم نغفر ونسامح غلطات خوياننا علشان ربنا يسامحنا بالأكبر منها. أي شيء تسويه لزوم يكون بمحبة. بولس الرسول يقول لو كنت تتكلم بألسنة وإيمانك ينقل الجبال وتعرف كل النبوءات وتعطي تبرعات وتخدم الناس ولكن بدون محبة فهذا كله ما منه فايدة. المحبة تسامح، المحبة تصبر، المحبة تغفر، المحبة تشكر، المحبة ما تسقط أبد. كورنثوس الأولى 13. بعدين كيف الواحد ممكن يقول أنه يقدر يحب ربنا اللي ما تقدر تشوفه لكنك مش قادر تحب خويك اللي قادر تشوفه؟ اللي يحب ربنا يحب الناس، واللي يحب ربنا يحب خلقه، واللي يحب الناس يحب ربنا. ولأن ربنا يحب الناس ويغفر لهم ذنوبهم
هم بعد أنت مطالب أنك تحب الناس وتغفر لهم غلطاتهم وهفواتهم. أبويا كان يقول لي اللي عاتب خويه من أول غلطة يتركوا الزمان بدون خوي، ويمكن كل معظمكم سمعتوها من أبائكم وأجدادكم. سامح وارمي ورا ظهرك ولا تعود تذكر الإساءة والغلط اللي سواها خويك معك، وربنا أكيد يسامحك ويرمي كل خطاياك في البحر وما يعود يذكرها، لأن ربنا من الطبيعي أنه مش حيكون مديون لك. كل ما تكون أنت كريم ربنا يكون أكرم منك على نفسك، وكل ما تكون أنت قناة مفتوحة لنشر الخير بين الناس وتباركهم حتلاقي أنه ربنا يباركك أكثر وأكثر. هذا أكيد حيخليك نقي وطاهر، مثل ماسورة الموية، الماسورة حقت الموية المسدودة تلاقي الطحالب والميكروبات تنمو عليها، لكن الماسورة الجارية المفتوحة اللي دائما يمشي فيها الموية من الطبيعي أنه تكون نظيفة ونقية، لأن الموية تمشي فيها باستمرار وتغسلها. وكده يبيك ربنا، ربنا يبيك تكون أنت وسيلة لتوصيل الموية للناس، تكون أنت سبب توصيل الخير للناس، علشان ربنا يتمجد من خلال حياتك في المسيح يسوع إله المحبة ومصدرها. آمين. يا الله باسمك خلصني وبقوتك أنصفني، يا الله اسمع صلاتي واصغى إلى كلامي، لأن غرباء قاموا علي وعتاتم يسعون إلى قتلي، وما خلوا الله قدام عيونهم، هو ذا الرب معيني والسيد الرب عاضدي، يرد الشر على عدويني وبحق عدلك استأصلهم، طوعا أذبح لك وأحمد اسمك يا رب لأنه طيب، فإنه نجاني من كل ضيق وشفت بعيوني اللي صار العدويني. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في فقرة جديدة من فقرات سعودي مسيحي. في تحدي غير حياتي وكان سبب في معرفتي للرب يسوع المسيح وقبولي وقبوله مخلص شخصي لي، هو طلب من أحد الأدمنز الموجودين في غرفة من غرف البالتوك اسمها We will always love you again and again. فلأن كلمة حب تشدني وتأثر فيني بقوة، دخلت أستكشف مضمون الغرفة وأشوف شنه السالفة. فلقيت مجموعة من المسيحيين يتكلمون عن الإسلام وعن النبي محمد بصورة غريبة ما تعودت عليها، وكان موضوع النقاش عن محبة الغير واللي حسب زعمهم مش موجود في الإسلام، وإن الإسلام ما يدعو لمحبة الغير مسلمين بل بالعكس البراءة منهم. وبصراحة صدمني هذا الكلام اللي ما أدري من فين جايبينه، كلام عجيب وغريب ومختلف عن فهمي وفهم أغلب المسلمين للإسلام المليء حب. فشفت إنه من الواجب علي إني أعلم هذول الناس الضالين عن حقيقة الإسلام السامحة. فطلبت الكلام وجلست أنتظر لحين يجيني الدور في المشاركة، ولما جاني الدور تكلمت وقلت بكل ثقة: يا جماعة ترى أنتوا غلطانين، لأن الإسلام دين سلام ومحبة ويكره وما يكره غير المسلمين، ولا عمره طلب منا نتبرأ منهم، بالعكس هو طلب منا نحبهم ونقصد إليهم. فما كان من أحد الأدمنز إلا أن طلب مني توثيق كلامي بأدلة من القرآن والسنة عشان ما يكون مصدر هذا الكلام أنا ومش الإسلام. فقلت له: عادي، خذ عندك الآية اللي تقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والآية الثانية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم
في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكنت أظن في نفسي صراحة إني أفهمته خلاص، ما خليت له مجال. فتفاجأت إنه يقول إني ما أقدر أعتمد على هذه الآيات، لأن التعارف في الآية الأولى مش المقصود به المحبة، لكن معرفة الأنساب وعدم تفضيل نسب على نسب. والآية الثانية آية منسوخة أصلا لا يعتد بها، فهل عندك دليل غيرهم؟ فكان بالنسبة لي بصراحة أول مرة أسمع كلمة منسوخ، ولا أدري أصلا إيش معناها. لكني ببساطة قلت عادي، أنا مش شيخ، لكن أصبر وبكرة أجيب لك الرد المناسب من شيوخ أكثر علم مني. وفعلا رحت أولا لشيخ من شيوخ الطائفة الشيعية، لكن الصراحة كان رده سلبي وكلامه ما عجبني ولا شفت فيه نتيجة، فتركته ورحت لشيخ ثاني من أهل السنة يمكن ألقى عند رد أفضل شوي. وللأسف صدمني أن الاثنين اتفقوا أني كمسلم ما يجوز أحب غير المسلمين، بالعكس لازم أكرههم من كل قلبي وأتبرأ منهم لأنهم أنجاس وكفار وأعداء الله ورسوله، لكن ممكن أعاملهم بلطف لغرض واحد بس وهو ترغيبهم في الإسلام. وعطوني أدلة من القرآن مثل الآية رقم 22 من سورة المجادلة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ومن سورة الممتحنة آية رقم 4، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فقلت له طيب يا شيخ، والآية اللي تقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا؟ فقال لي إن المقصود فيها معرفة الأنساب والتوثق منها بين القبائل، فيقال فلان بن فلان. فسألته طيب والآية اللي تقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم؟ وفهمت منه إنها آية منسوخة، وعرفت الناسخ والمنسوخ وأنواعه، واللي منها ما بقى لفظا ونسخ حكما مثل الآية هذه المذكورة. وبكل صراحة كان هذا الكلام بالنسبة لي صدمة ومش بسيطة بعد، إني أكتشف بعد كل هذا العمر أن القرآن فيه آيات منسوخة وما لها قيمة، وإن الله يغير في كلامه كل شوي. والنتيجة إني عجزت أقدم دليل واحد أثبت فيه زعمي إن الإسلام دين محبة وتعايش بين المسلمين وغيرهم. وعلى العكس لقيت عدد كبير من الآيات والأحاديث اللي تحثني كمسلم على كره غير المسلمين والتبرأ منهم. والفاجعة إني فقدت ثقتي في الشيوخ اللي في الإعلام يقولون شيء وبينهم وبين بعض يقولون شيء ثاني مختلف. لكن كان هذا الطلب من الأخ المسيح لإثبات وجود محبة في الإسلام هو سبب في بداية رحلة طويلة كانت بدايتها صدمة لكن نهايتها محبة وأبدية، ومنها بدأت أول خطواتي لمعرفة الإله الحقيقي واللي من البداية ومن قبل ما يبدأ في خلقي حبني، ومن حبه لي خلقني على صورته ومثاله وقربني له وعطاني الحب والسلام والحرية وعطاني الاختيار، وأبدا ما نظر لي نظرة دونية، بالعكس أعطاني أن لا أدعى له عبدا بل ابنا، فجعل من نفسه أب سماوي لكل خليقته، أب صنع كل هذا الكون الفسيح بيت وسكن لي ولكم، وسخر الأرض وباقي المخلوقات لراحة أبنائه. أب يحب ابنه ويخاف عليه ويتمنى له الخير في جميع حالاته، فإذا كنت بار فهو يحبك، وإذا كنت خاطئ فهو يكره الخطيئة لكنه يحبك وبيساعدك بكل محبة وحنان يخلصك منها، فأولويته تحريرك منها ومش عقابك عليها، فهو يريد رحمة لا ذبيحة. وحتى لما سقط آدم في الخطيئة وأدخل الموت إلى نسله تعامل الله معاه بكل محبة وتجسد في صورة إنسان ليفدي أبناء من الخطيئة.
فكانت المحبة سبب خلق الله لنا وأسلوب تعامله معانا ووصيته لنا في تعاملنا مع بعضنا. فلا قيمة لنا مهما كنا بدون محبة. يقول الرسول بولس في رسالته الأولى لأهل كورنثوس بالوحي الإلهي: إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وعشان كذا جعل الله المحبة أكبر وصية وأعظمها في تعاملنا معاه ومع أنفسنا ومع الناس، لأنها أساس كل شرائع الله ومضمون كل رسائل الأنبياء. يجاوب السيد المسيح في إنجيل لوقا إنسان سأله عن أعظم الوصايا فأجابه وقال: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. فصارت المحبة أعظم وصية سبقت كل العلاقات والتعاملات. فقال المسيح: ومتى صليتم؟ وقال: متى صمتم؟ ولكن في المحبة قال: أحبوا، كوصية أساسية في التعامل. فقال في إنجيل يوحنا 13: وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. يعني محبة كاملة وشاملة مثل محبة لنا، محبة للقريب وللبعيد، محبة لمن يبادلنا المحبة وأيضا لمن يكرهنا ويحقد علينا. فهذا تعليم المسيح لنا في إنجيل متى: وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. يعني المسيح وبكل بساطة أمرنا بالمحبة المطلقة لجميع البشر وحتى مع من يسيئون التعامل معنا ويحسبون أنفسهم أعداء لنا. فهذه هي محبة الله، وكذا هو أحبنا. فمن كلمة الله عرفنا أن الله هو أصل المحبة ومانعها ومصدرها الرئيسي. فمحبة الله لنا سبقت محبتنا له، فالله محبة. واللي ما يعرف المحبة فللأسف هو ما يعرف الله، والقلب الخالي من المحبة هو قلب بالتأكيد خالي من وجود الله فيه. ويلخص الرسول يوحنا بالوحي المقدس كل ما ذكرت، ويشهد عليه في رسالته الأولى الإصحاح الرابع بآيات مقدسة تشفي صدور كل باحث وكل محتاج للمحبة الحقيقية والغير مزيفة. يقول: أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله، وكل ما من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، إن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس إننا نحن أحببنا الله، بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. أيها الأحباء، إن كان الله قد أحبنا هكذا ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا. الله لم ينظره أحد قط. إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا ومحبته قد تكملت فينا. بهذا نعرف إننا نثبت فيه وهو فينا. الله الله الله، ما أروع وما أجمل هذه الكلمات. أعزائي المشاهدين، بعد صدمتي واكتشافي أني كمسلم ما كنت أعرف عن الإسلام شيء يذكر، وبعد تأكدي أن الإسلام مستحيل يكون دين محبة وسلام، وبعد رحلة طويلة بحثت فيه عن الإله الحقيقي، دارت الأيام ومرت الشهور، وإذا بي أقف وجها لوجه مع كتاب يتكلم عن إله كل محبة ورحمة وإحسان. وفي وقت عجزت فيه عن الإثبات ولو بدليل واحد عن محبة الله في الإسلام، لقيت كتاب من أوله إلى آخره محبة، محبة إله للناس ومحبة الناس للناس ومحبة الكل لله.
أبهرتني جدا تعليم المسيح وعظمة محبته. إله خلقني وأصل العلاقة بيني وبينه المحبة، وأصل كل تعاملاتي معاه ودافعه الأساسي ومحركه الرئيسي هم المحبة. الإله بالمحبة خلقك، وبالمحبة تجسد، وبالمحبة فداك، وبالمحبة أعطاك، وبكل المحبة ينتظر تتعرف عليه وتقبله في حياتك وتعيش معاه وتستمتع بمحبته. أخوي الغالي، أدعوك اليوم للتعرف على هذا الإله المحب، فلا تقبل بإله يعاملك باحتقار وتكبر وتنقيص وخوف ويأمرك بنفس المعاملة مع أخوانك الثانيين. فلو كنت أب فلن تسمح إلا بتعاليم المسيح أن تطبق في بيتك وبين أفراد أسرتك، يعني المحبة والتسامح والتواضع والإحسان. وختاماً، نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم. آمين، ويا هلا فيكم، واشوفكم الأسبوع الجاي على خير. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في فقرة جديدة تتكلم عن روائع الإنجيل. واليوم حنتناول سوا القصة اللي تتكلم عن اللقاء المهم بين يسوع المسيح وشخص يقولون له زكي العشار. عشار إيش يعني؟ يعني اللي يجمع العشور أو الضرائب. خلنا نقرأ هذه الآيات سوا من إنجيل لوقا، الآيات من 1-10، الإصحاح 19. يقول: ثم دخل يعني يسوع واجتاز من أريحة، وإذ رجل اسمه زكا وهو رئيس العشارين وكان غنيا، وطلب أن يرى يسوع من هو، ولم يقدر من الجمع لأنه كان قصير القامة، فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه، لأنه كان مزمع أن يمر من هناك. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له: يا زكا افرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تآمروا قائلين: إنه دخل البيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب: أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد 4 أضعاف. فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن لإبراهيم. أحبتي في المسيح، العشار وظيفته يجمع الضرائب من الناس عشان الرومان. تلاقيه ما في أحد يحبه ولا حد يدانيه، وعلى الأغلب وبسبب طبيعة عمله هذه إنه يجمع ضرائب من الناس لصالح الرومان اللي هم المستعمرين، كان ينظروا له الناس بنظرة دونية، أو ينظروا له على أساس إنه خاين أو عميل. ولهذا السبب تلاقيه منبوذ وما حد يتكلم معه، وهذا على الأرجح إنه سبب له فراغ عاطفي، ويمكنه كان يأخذ أكثر من اللازم من الناس، علشان كده صار غني. لكن المسيح شاف هذا الشخص بشكل مختلف. المسيح شاف جواد قلب هذا الرجال، وشاف إنه فيه منه أمل، واشتغل بيه وغيره. زكا غالبا سمع عن المسيح وعن معجزاته، هذه خلى عنده يصير فضول عشان يشوف المسيح. ولما عرف زكا انه المسيح حيمر من عند أريحة راح هناك علشان يشوفه. لكن هو كان قصير حسب الآيات، فطلع فوق شجرة كبيرة علشان يقدر يشوف المسيح لأنه في زحمة. فلما مر المسيح من هناك
نظر الفوق وزهم زكا باسمه وقال له: يا زكا انزل من على الشجرة لأن اليوم أبي أتعشى عندك. تخيل إنك وسط الزحمة وطلعت فوق سور أو فوق شجرة أو عمارة علشان تشوف موكب الملك وهو يمر من الشارع اللي جنب بيتك، وتلاقي موكب الملك والملك وقف، وصار الملك بنفسه يناديك بالاسم، يقول لك: يا فلان يا فلانة انزل اليوم أنا بتعشى معك. كيف حيكون شعورك؟ طيب، فما بالك إنه ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح هو اللي يناديك الآن باسمك ويقول لك: يا محمد، يا عبد الله، يا علي، يا حمود، يا عبد العزيز، أو يناديك أنت ويقول لك: يا عبير، يا مريم، يا هدى، يا هند، تعالي تعال اليوم أنا بتعشى عندك. هيا كيف حيكون شعورك وقتها؟ اسمع كلامي والتزم بنصيحتي، لأن المثل يقول: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. المسيح الآن يقول لك: تعال اليوم أبي أدخل عندك وأتعشى معك. أشجعك بكل قوة أنك تقبل وتدعو المسيح الآن يدخل قلبك وبيتك وحياتك، واسمعه وهو يقول لك: اليوم حصل خلاص في هذا البيت، يعني بيتك وأهلك وربعك وقبيلتك، لأنك أنت هم بعد من عيال إبراهيم. ربنا عارف أنه عندك إيمان، وربنا يبغى يوريك الإيمان الصحيح. اعتبر شاشة الجهاز اللي عم تشوف منه هذه الحلقة مثل شجرة الجميزة اللي طلع عليها زكا علشان يشوف المسيح، وانت الآن مثل زكا تبرع بنصف أمواله للمساكين. أنا ما أقول لك تبرع بنصف أموالك للمساكين، هذا شيء يخصك بينك وبين ربك، لكن أباك تفكر بزكا العشار اللي كان غني وكان يأخذ فلوس الناس، فجأة صار يعطي الناس فلوس. ليش؟ إيش اللي صار؟ ليش نفسه صارت سمحة؟ أكيد هو فرحان لأنه المسيح دخل بيته، وأنت بعد تستاهل أنك تكون فرحان اليوم، لأن المسيح بيدخل بيتك الآن. قول آمين وأنا أقول معك آمين. آمين.